اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 11 نوفمبر 2018، يوم الهدنة، هو يوم احتفالي في 11 نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى الهدنة اللي تم توقيعها بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وألمانيا القيصرية في كومبيان الفرنسية. لكن حسب توماس أرجوين لوك، ضابط المخابرات في الفرقة الأولى الأمريكية، القصف استمر من الجانبين لبقية اليوم المذكور بسبب صعوبة إيصال المعلومات حول وقف إطلاق النار، ونتيجة لذلك ماتوا 863 جندي من بريطانيا ودول الكومنولث، و 3000 مقاتل أمريكي بين قتيل وجريح في المعارك الأخيرة اللي شاركوا فيها. انتهت الهدنة في البداية بعد فترة 36 يوم، وتم تمديدها برشا مرات حتى تم التوصل إلى اتفاق سلام رسمي وقت اللي تم التوقيع على معاهدة فيرساي في العام التالي. يعتبر يوم الهدنة 11 نوفمبر 2018 عيد وطني في فرنسا وبلجيكا وصربيا ونيوزيلندا، أما في دول الكومنولث فهو معروف باسم يوم الذكرى، ذكرى الأحد، مكرس لذكرى اللي ماتوا في مختلف الحروب في الولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة يسموا نهار هذا نهار المحاربين القدامى، وهو نهار عطلة تكريم لجميع قدامى المحاربين في الحروب اللي شاركت فيها الولايات المتحدة. صارت احتفالات على مستوى العالم في 11 نوفمبر 2018، الذكرى 100 الهدنة الحرب العالمية الأولى في فرنسا، اجتمع أكثر من 60 رئيس حكومة ورئيس دولة في قوس النصر في باريس. وفي 7 نوفمبر 1918 انتشرت شيعة في جميع أنحاء العالم بكون الألمان صحوا اتفاقية الهدنة، والحرب انتهت في الساعة 2 من نهار هذا. كما وصلت الأخبار الكاذبة لعناوين الصحف تعلن انتهاء الحرب، ونتيجة لكل الشائعات هبطوا برشا ناس من حول العالم للشوارع يحتفلوا بنهاية الحرب. مصدر الشيعة كان وقف إطلاق نار وافق عليه الفرنسيس باش يتمكن الوفد الألماني من عبور خط المواجهة والوصول إلى غابة كومبيان اللي جرت فيها المحادثات بشأن وقف إطلاق النار. وجات أخبار وقف إطلاق النار المحلي في السفارة الأمريكية في باريس، انتشرت الرسالة وكانوا الألمان صحوا على وقف إطلاق النار الشامل، وتم بث الخبر إلى الولايات المتحدة وانتشر في جميع أنحاء العالم. وخلال ساعات قليلة تم فهم الخطأ، ولكن بحلول الوقت هذا كانت الاحتفالات العفوية بدأت بالفعل في عديد الأماكن. 11 نوفمبر 2018 تم التوقيع على وقف إطلاق النار اللي أنهى الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر 2018 في الساعة 5 صباحا، لكن اللي صحوا حدوا الساعة 11 كان يهاير القتال بسبب صعوبة إعلام القوات المتفرقة بوقف إطلاق النار. في الساعات ما بين توقيع وقف إطلاق النار ودخول حيز التنفيذ كانوا ماتوا 863 جندي من بريطانيا ودول الكومنولث ونحو 3000 مقاتل أمريكي. رسميا في النهار هذا ماتوا أكثر من 10000 جندي، بما في ذلك الجرحى اللي تمت إصابتهم سابقا وماتوا متأثرين بجروحهم في النهار هذا وتم إعلان فقد الاتصال بهم. ماتوا 75 جندي فرنساوي في النهار هذا، لكن تم تغيير تاريخ وفاتهم إلى 10 نوفمبر باش ما يسيبوش عائلاتهم بالإحباط في مقتل أحبائهم في اليوم الأخير من الحرب، وباش يتجنبوا الجدل حول أهلية أهالي الجنود اللي ماتوا في الحرب للحصول على تعويضات الحرب المتزايدة، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية، لكن ما زالت مصانع السلاح تخدم وما زالوا الناس يموتوا كل يوم. نسأل الله السلام. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد
وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.